دايما تكونوا فاكرين بقى صفحتنا، صفحة برنامج ولا تعسره، اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة، وتفضل جسر بيننا مفتوح، ونتنور ونتبارك بيكم إن شاء الله على طول، وبأسئلتكم وبركتكم إن شاء الله على الدوام. وتعالوا ناخد أول سؤال من الأستاذة سجدة من القاهرة. أستاذة سجدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور عمرو؟ فضل ونعمة الحمد لله. الحمد لله، ربنا يبارك لك بجد. انت البرنامج بتاعك يعني جميل ومستفيد جدا، جزاك الله كل خير. ربنا يحفظكم ويعزكم ويبارك فيكم يا ستي، اتفضلي. الله يعني، لو سمحت انا ليا سؤالين. اتفضلي. في ايه في القران الكريم بتقول لا تمسهن حتى فانت طهرني تأكلين ما أمركم الله. طيب انا 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 عرفت يعني كده، لان الصوت مش قوي، ولكن طبعاً. ولكن نساؤكم حرث لكم، اظن بتتكلمي عن هذه الايه. اتفضلي. لا، فانت طهرني فاتوا حرثكم ان طيب انا انا شو علاقه بالطهاره؟ ايوه بالظبط، يعني لو بالفرد يعني موضوع الحيض، وان لو حصل جماعه في وقت الحيض ايه العقاب وايه الكفاره؟ طيب حاضر يا ستي، هجاوب على حضرتك. طيب، اولا الجماع وقت الحيض ده بلا شك متفق عليه بانه حرام، لان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتجنب النساء في المحيط. طيب ايه اللي حصل؟ العلماء قالوا ان دي اثم ومعصيه، ولكن وردت كما ورد في حديث سيدنا عبد الله بن عباس وغيره من الاحاديث، ان بيفرقوا ما بين ان ده يحصل في أول الحيض وإن ده يحصل في آخر الحيض. فالكلام على أنه علي أن يتصدق بربع دينار، الدينار أربعة جرام ذهب وربع، فكأنه يتصدق بما يساوي جرام ذهب. ليه طيب؟ ليه كده؟ عشان الحقيقة يخرج من هذا الإثم، طب هل ده واجب؟ الحقيقة هو إثم، واللي متفق عليه ان هو اثم، لكن اختلفوا في مساله ماذا؟ التصدق بهذا المقدار. نعم. استاذه نهى تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ عمرو؟ بخير الحمد كل لله. كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله. لو سمحت والله لي سؤالين. اتفضلي. انا حامل وحاولت ان شاء الله بعد العيد على طول، فانا دلوقتي بس عايزه اعرف، انا دلوقتي ايه الاهم من الاهم؟ احنا ناويين نعمل عقيقه، ما احنا ينضحي يا نعمل عقيقه. هل لو انا اجلت الاضحيه وعملت يعني انا في امكاني ان انا اعمل حاجه واحده بس؟ طيب يلا، يا عقيقه يا اضحيه. لكن هتقدري تعملي سؤال، هتقدري تعملي ده بعد كده تاني؟ يعني هتقدري تذبحي تاني بعد كده ولا لا؟ لا لا لا، لو ضحيت مش هقدر ان انا اضحي. نعم؟ لو ضحيت مش هقدر ان انا اعمل عقيقه. طيب بصي يا ستي، احنا انت لو ضحيتي مش هتقدري تعملي عقيقه. احنا عندنا قد ايه وقت؟ قد ايه وقت بقى؟ طيب استاذه نهى، استاذه نهى خليكي معانا ونجاوب على حضرتك، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم، معانا سؤال الاستاذه نهى، وهي بتتكلم بتقول هي دلوقتي عندها حاجتين، عندها دلوقتي هيبقى عندها عقيقه وعندها كمان اضحيه، وهي دلوقتي عندها عايزة تعمل السنة من الاثنين. عندنا شوية معايير بتحددها، هي لو قادرة تعمل حاجة كبيرة زي العجل مثلا، أو عندها زي مثلا الناقة، دول العجل بياخد 7 من الشياه، فممكن تجمع ما بين الاثنين، تجمع ما بين الاثنين، لو أني ولد هيبقى لي 7 والعقيقة هيبقى لها 7، فيبقى عندها 3 من العجل. لكن لو مش هتقدر تعمل ده، أيهما بقى اللي يكون أرجح؟ إحنا عندنا تمام السنة في العقيقة أن هي تكون بعد 40، وممكن تفضل لطول العمر. فالاثنين من السنة المؤكدة، العقيقة من السنة المؤكدة، من السنة المؤكدة، وكمان الأضحية كمان من السنة المؤكدة. بس تمام السنة في الأضحية، لأن خلاص هي تمام السنة في العقيقة بيكون في 40 يوم، فأنا أرى أن هي تذبح لي مسألة العقيقة، لأن هي خلاص هي مرتبطة بالعقيقة، لأن المولود مرهون بعقيقته. يبقى عندنا حاجتين هنا، بقت المصلحة متعدية، مصلحة للطفل ومصلحة كمان ليهم في مسألة ذبح العقيقة. فأنا أرى أن يتقدم العقيقة على الأضحية
لان هي اذا فعلت الاضحيه خلاص مش هيبقى معاها، ان هي اذا فعلت العقيقه مش هيكون معاها ما تفعل الاضحيه، وخلاص ما تبقاش هي مخاطبه بالاضحيه. معانا الاستاذ عبد العظيم من القاهره. استاذ عبد العظيم اتفضل. عليكم السلام. كده اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور عمرو؟ بخير الحمد لله. الله يكرمك، كل سنه وحضراتكم طيبين وعلى الامه الاسلاميه اجمعين. يا رب يا رب يا رب. دكتور عمرو كان عندي سؤالين بس فقط لا غير. انا هبدا من حيث حضرتك انتهيت في موضوع الحياه الزوجيه وازاي ان احنا نتجاوز الصعاب مع بعض. انا بس في رساله كنت عاوز اوجهها من خلال برنامج حضرتك، ان لما بنقول او ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول لنا ولا تنسوا الفضل بينكم، انا كان عندي مشاكل كتيره جدا او مع مراتي، بعدين لما قعدت ركزت كده مع نفسي اكتشفت ان كائن المراه بمعنى اصح او المراه فهي بتوصل لمرحله ان هي حساسه جدا. فلما كنت حضرتك بتقول ان انا يعني بنرجع الذكريات او ان احنا نقعد مع بعض، فعلا بدات ان انا اعمل كده تلقائي من نفسي. ولما بنتجمع مثلا كاصدقاء مثلا مع بعض، كل واحد فينا كان بيقعد يشتكي ومراتي عملت ومراتي عملت ومراتي عملت. خليك رسول كويس بمعنى صح، تنقل الرساله ان انت ازاي ان انت تعملها بالمعامله الحسنه، وان انت تتجاوز الموضوع ده زي ما حضرتك كنت بتوصف الرساله بتاعتك ان احنا نفتكر الذكرى. بالفعل التجربه دي نجحت معايا، ان احنا افتكرنا كل حاجه حلوه كانت ما بيننا وما بين بعض. طيب ما شاء الله. بس انا كمان قلت في الحلقه دي حاجه مهمه جدا استاذ عبد العظيم، وان احنا دي سنه من سنن الحياه. يعني انا دايما بقول دي حاجات من العبادات الزوجيه، اللي صناعه الذكريات دي عباده زوجيه لازم تستمر على طول ان شاء الله، وربنا يكتب لكم ده ان شاء الله. السؤال الثاني لحضرتك هو في اثناء الصلاه، تمام، كنت عاوز اسال سؤال، هو ازاي الشيطان بيوسوس واحنا عارفين كويس قوي ان قراءه القران او بمعنى اصح سؤال لطيف والله يا استاذ عبد العظيم. اقول اجاوب حضرتك جيلنا اللي هو اسمه بدون قطع كلام حضرتك، اللي هو سمعت ان الاسم اسمه خنزب، مش عارف هل انا صحيح ام خطا. خنزب بالظبط كده. ازاي بيجي لنا واحنا اصلا بنصلي ومفروض ان المخلوقات الاخرى من ربنا سبحانه وتعالى يعني ما بتتواجدش في مكان فيه قران، فانا بصلي. طيب اجاوب على حضرتك الاجابه. شكرا استاذ عبد العظيم، اولا شكرا على مساله تقديم الخبرات ديت. وانا بقول لكم احنا عندنا في البرنامج كمان بنسعد بالخبرات، تقديم الخبرات في اللي احنا بنقوله ده، وده شيء بيسعدني جدا جدا الناس تقدم خبراتها عن اللي احنا بنقوله، لان ده شيء مهم جدا. فشكرا استاذ عبد العظيم على المداخله الاولى. السؤال بقى، احنا عندنا في حاجه اسمها التحالف الاسود. التحالف الاسود هو تحالف الشيطان والنفس الاماره بالسوء، اللي ممكن نجده في سوره الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. فالشيطان يبعت الوسوسه، ولما تلاقي حاجه كده مستمره وداخله ومش راضيه تقف، اعرف ان ده شغل مين؟ النفس الاماره بالسوء. فالشيطان بيبعت الوسواس ويجري لانه خواف. مين اللي بتمسك بقى في الوسوسه دي؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. ده التفسير اللي انا برتضيه في هذا، ان ده، ولذلك تقول لك ايه، نفس تجيب لي حاجات قديمه من زمان وتفكرهاني في الصلاه. مش الشيطان اللي بيعمل كده، ده النفس الاماره بالسوء. يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ لازم نهذب نفسنا ازاي تكون من اهل الحضور في الصلاه. واحنا ان شاء الله هيكون عندنا حلقه عن الحضور، الحضور بعامة في كل الحياة. فتعالوا نتكلم على إزاي تكون حاضر في الصلاة، فإزاي نقدر نتخلص من ده. أنا جاوبت على حضرتك، الشيطان هيوسوس ويجري، والنفس الأمارة بالسوء بتمسك في الأمر ده وتستمر فيه. طيب وإيه اللي حاصل؟ وممكن يكون تاني الشيطان، إيه اللي حاصل ما بين فصلات الذكر؟ ولذلك عندنا في الصلاة يقول لك إيه، لا تترك أي جزء من أجزاء الصلاة إلا وفي إيه، إلا وفي ذكر. لأن هو يوسوس تذكر يهرب، يرجع يوسوس تذكر تهرب. أنا بحب التفسير الأول، بحب التفسير الأول اللي هو إيه، تحالف النفس والشيطان. وعشان كده بقول لك إيه، ما تستغربش، هو ممكن يكون بيوسوس فتذكر الله فيهرب. وعشان كده إحنا بنحب الصلاة كلها تكون مليئة بذكر الله. أرجو أن أنا أكون جاوبت على سؤالينك يا أستاذ عبد العظيم، وشكرا على التجربة بتاعتك. أستاذ أمو أحمد تتفضل. ألو سامع عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. أنا زوجها. أيه اتفضل يا أستاذ. أيه بقى أبو أحمد بدل زوجها بقى. أيوه بالظبط كده. اتفضل يا أبو أحمد.
انا عايز اقول لسيادتك على حاجه بس، انا طلعت حج سنه 2017. طيب ماشي. وجيت من الحج اصابتني كوارث كثيره، يعني عملت عمليه في القلب، وبعدين عملت عمليات في عينيا لما نظري راح خالص. ف ودلوقتي بمر بضيق ماليه جامده قوي، قال كده ربنا مش راضي عليا. طيب اقول لك حاجه، انت في الحج ده دعيت ان ربنا يغفر لك ذنوبك؟ ايوه قلت يا رب سامحني على اي ذنب انا عملته. طيب يا سيدي ربنا استجاب لك. وقفت في جبل عرفه وطلبت منه الطلب ده بس، قلت له يا رب سامحني على كل ذنب انا عملته. طيب بس هجاوب على حضرتك يا حاج ابو احمد. بص يا حاج ابو احمد، ان ربنا ان شاء الله يكون استجاب لك، وده كله يكون من قبيل تكفير الذنوب، وربنا استجاب لك فبيكفر لك ذنوبك، وكمان بيرفع درجاتك، فربنا سبحانه وتعالى استجاب لك. مين قال لك ان الحاجه ما تقبلتش؟ ده بالعكس، ده الحاجه قبلت، وربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يرفع درجاتك كمان. ليه؟ لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الشوكه يشاكوها، يبقى حتى الشوكه يشاكوها ربنا سبحانه وتعالى يغفر بها الذنوب ويرفع بها الدرجات. واحنا عندنا قالوا لنا كده، لما ربنا سبحانه وتعالى يحب يرفع درجه حد يبتليه بمرض ما كانش عنده قبل كده. ليه طيب هو ربنا بيحب يعذب الناس؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيحب ماذا؟ ينزل الناس المنازل العاليه، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فما تسخطش خالص، وده بالحج ده بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان هو يريد ان يرفعك مقاما اعلى، وربنا سبحانه وتعالى يريد ان ينزلك في منازل الصابرين. فقال اصبر وابشر ان الحاجه ان شاء الله الحاجه تكون قبلت ان شاء الله. استاذه منى تتفضل. بركاته. عليكم السلام ورحمه الله. استاذه منى هو كل سنه وحضرتك طيب يا شيخ عمرو. وحضرتك طيبه يا استاذه منى. لو سمحت والله ممكن اسال فضيله حضرتك سؤال؟ اتفضلي يا فندم على راسي. لو سمحت دلوقتي انا زوجي بياخد فلوس من اخواته والاقارب وكده وبيديهم لواحد بيشغلهم. طيب بس بياخد على الفلوس دي، هو بقى لما بتيجي المكسب بتاعهم بياخد منهم نسبة، هل كده حرام فيها حرمانية ولا ايه يعني؟ عايز اعرف بس الحرمانية فيها حرمانية ولا لا. طيب على العموم انا هجاوبك على السؤال ده، وان كان السؤال ده هو مش السؤال الاساسي، والسؤال الاساسي هو ان بيتكم شوية في مشكلات وانت خايفة يكون سببه مسألة المال، لكن انا اقول لحضرتك اجاوبك على السؤال اللي حضرتك سألني عنه. السؤال دوت هو بيقول ان فلان بيجمع الفلوس ويديها لحد تاني يشغلها، فلما بيجي مكسب وهو بياخد جزء من ده، وكأنه بيشتغل عمل كده زي عمل الدلال. دي كده في الفقه كان اسمه عمل الدلال، اللي بيدل ده على ده، ممكن يدل ده على السلعة او يدل ده على اللي اشتغله. فده نوع من انواع العمل اللي ممكن ياخد عليه الانسان الاجر، ممكن ياخد على ده. وفي عمل اساسي في الاسواق اسمه عمل السمسار. السمسار بيعمل ايه؟ بيدل ده على ده. فايه اللي حاصل؟ هل يجوز انه ياخد ده؟ نعم ياخذ مال بشرطين. الشرط الاولاني معرفه الطرفين، ما ياخدش من ورا ايه؟ من ورا حد. الامر الثاني انه يكون متفق على ده، يعني يبقى بمعرفتهم ويكون متفق عليهم. يعني ايه؟ هم عارفين انه ياخد بس ما ياخدش اكتر من المتفقين عليه، يبقى عشان كده الشرطين دول موجودين. فاذا حصل ده يبقى المال حلال وليس فيه اشكال. طب واذا ما حصلش؟ يعرف الطرفين. استاذ احمد يتفضل. الو السلام عليكم استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ وعليكم السلام، ازاي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ نعم وفضل الحمد لله، كل سنه وانت طيب. اتفضل. يا رب دايما يا فندم، وكل سنه وحضرتك بخير. يا رب يا رب، وانا وانت والسامعين. اتفضل يا رب. اسال حضرتك بس، معلش انا اسف، يا ريت يعني حضرتك يعني اتسع صدرك انك تسمعني. معلش. طيب مقدمه دي. اتفضل اتفضل. يا رب يخليك. هو انا بس عندي كام سؤال شويه. يعني اول سؤال حضرتك، انا ربنا رزقني بولد من سنه ونص، واليومين دولت ربنا رزقني بولد تاني الحمد لله بفضل ربنا، بقوا ولدين وانا ما عملتش عقيقه للاولاني، وعايز اعمل يعني عقيقه للاثنين مع بعض. فكذا حد بيقول لي اني يعني ادى خوفين عن الواحد. طيب وبعدين فين السؤال؟ السؤال الثاني حضرتك، انا دلوقتي شغال محامي تمام؟ ففي مهنتنا بيقابلنا حاجات كتير قوي،
يعني احنا بنبقى محتارين فيها ما بين اذا كانت هي حلال ولا حرام. يعني هو كل ما يعني احنا بنشتغل وبنعمل مجهود وبنقرا كتب وبنكتب مذكرات وحاجات كتير قوي كده حضرتك بنعملها يعني. فبرضه اراء كتير بتقول ان في الشغل دوت يعني حرمانيه، اذا كنت انت بترتفع عن تاجر مخدرات عن مش عارف ايه عن الكلام ده كله، فالوضع بيبقى فيه جزء من الحرمانيه. انا برضه عايز اتاكد من حضرتك. طيب اجاوبك على السؤالين، في سؤال ثالث؟ اخر حاجه بقى، انا حضرتك بس اموري بتبقى صعبه شويه، يعني انا مثلا لما بيجي لي حاجه كويسه بتيجي معاها حاجه وحشه على طول. هو ده بقى، هو ده يا استاذ احمد، استاذ احمد هو ده مربط الفرس، هو ده مربط الفرس اللي بيخليك بتسال في السؤال الثاني، وهو دوت مربط الفرس، ان انت حاسس ان حياتك الصعبه دي ممكن تكون عشان المال مش حلال. انا اجاوب على الثلاث اسئله يا استاذ احمد. استاذ احمد صحيح ان العقيقه السنه في العقيقه، تمام، السنه في العقيقه عن الولدين، عن الولد خروفين، يبقى كده احنا لو عايزين نعمل كده هنبقى عندنا اربع خرفان. طب هل ممكن اربع خرفان دول يكونوا في العجل؟ ممكن لو اشترينا عجل ممكن دول يبقوا اربع اسباع من العجل، اربع اسباع من العجل. ليه؟ لان انا ممكن اشترك مع حد تاني في عجل، في عجل مش في خروف، في عجل واشترك معاه ويبقى هو ليه تلات اسباع وانا خدت اربع اسباع للاتنين من الاولاد للعقيق. طيب وممكن ادخل في العجل كمان الاضحيه، يبقى عندي اربع اسباع ويبقى عندي سبع خامس للاضحيه كمان، ممكن ممكن. السؤال الثاني، حضرتك بتقول شغلانه المحامي، شغلانه المحامي دي شغلانه قديمه مش شغلانه جديده، وافتى فيها المفتون منذ ظهرت هذا العمل بانها مباحه. ليه؟ هناك فاكرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعضكم يكون ألحن بحجتي من أخيه فأقطع له حق أخيه، فمن قطعت له حق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. طب إيه اللي يحصل؟ شغلانة المحامي أحد الشغلانات اللي فيها إعانة على البر والتقوى. أي شغلانة في الدنيا ممكن واحد يستخدمها عشان تكون إعانة على البر والتقوى، وممكن واحد يستخدمها إعانة على الإثم والعدوان. انا وبستخدم الشغل، انا وبشتغل كمحامي بدافع عن ناس مش عارفين يعبروا عن حقهم، واحد متهم، احنا بس عندنا شويه وصمات وشويه حاجات سيئه في الكلام عن بعض المهن، وده مش صحيح. عمل المحامي في اصله مباح لانه يساعد الناس على بيان حجتهم ويدافع عن المتهم الذي هو في الحقيقه لم تثبت تهمته يثبت براءته. ده الصحيح، ده شغلانة المحامي، أنه يبرز أدلة المتهم لكي يكون بريئا، أو يبرز أدلة المدعي لكي يحصل على حقه. ده الصحيح. حد بقى بيستخدم ده غلط يبقى هو خلاص هو اللي بيتحمل الاسم ده، فما يجيش يقول إن أصل الشغلانة فيها حاجة. لا، أصل الشغلانة ما فيهاش حاجة، خلاص كده نرجع للمسألة دي. يبقى إذا استخدم الإنسان هذا في مساعدة أصحاب الحقوق للوصول إليها فهذا عمل مباح جائز وليس فيه شيء، والأشياء ممكن يفعل بها الحلال ويفهم بها الحرام، لكن أنت أصل الشغلانة بتاعتك حلال. أمر التاني، الصعوبات اللي عندك دي أشياء بتحصل في الحياة. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى بيخلي كل ما يجي لي حاجة حلوة تيجي بعدها حاجة صعبة؟ ممكن يكون ليها سببين. السبب الأولاني إن احنا محتاجين نكون أكثر ثباتا في التعامل مع الحياة. يعني إيه اللي حاصل؟ نكون عندنا يقين في حسن معاملة الله لنا، وإن الحياة مش بس إن أنا أجد ما أريد، ولكن الحياة أن أكون مع الله على الدوام. فإذا حصل لي هذا التسليم الحياة تنفرج. إيه اللي حاصل؟ يبقى إحنا محتاجين مزيد من التسليم. حاجة تانية، إن في بعض الأحيان إحنا ممكن يكون عندنا بدايات وسواس. بدايات وسواس إيه؟ سمعناه من كتر الكلام، إيه المحامين، فحصل لي أنا شيء من الوسواس. أستغفر الله وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأسبني من هذه الوساوس، وأستمر إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمني ويبعد عني كل هذا الشر إن شاء الله. أم كريم، أم تلين، تتفضل.
ايوه يا شيخ مع حضرتك. اتفضلي يا ام تريم. بعد اذن حضرتك يا شيخ انا بس ليا عندك الاول طلب وسؤال. اول حاجه ادعي لبنتي تالين ربنا يصلح حالها ويهديها. ربنا يصلح حالها وحال كل بنات المسلمين ويجعلها ان شاء الله في الصالحات وفي الخيرات واصحاب ان شاء الله الانوار المتتاليات. اتفضلي. يا رب يا رب. دلوقتي يا شيخ انا كنت مقدمه على شقه ماشي طيب. كان اجتماعي وجات لي الشقه دي طيب. وانا كنت قايله ان الشقه دي لو جت انا ايه هذبح خروف طيب وجت الشقه وانا مش في مقدرتي ان اعمل كده دلوقتي ايه اللي اعمله مش في مقدرتك طول حياتك ولا ممكن يجي لك ما اعرفش والله ما اعرف بس ما اعرفش اللي جاي ايه لان انا عليا فلوس بسدها خلاص يعني اذا كنت مش هتقدري تعملي الكلام ده مش هتقدري تعملي الكلام ده خلاص بعدين اذا قلتي لله انت قلتي لله عليا اذا الشقه جت اذبح خروف انت قلتي كده لا قلت نادر عليا لو جت كويس انت خلاص انت كده ثبتيها يبقى ايه اللي حاصل يبقى مساله بساطه خالص يبقى حضرتك لو كان من الممكن ان يجيلك هتعملي ايه هتذبحي لما يجيلك الايه لما ان شاء الله ربنا يوسع عليك وتقدري تذبحي الخروف ده طيب مش هتقدري انت عارفه ان انت مش هتقدري خلاص هتطعمي 10 مساكين وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلك في الصالحين خلاص يا ام تالين كتر خيرك يا شيخ شكرا ربنا يفتح عليك ويجعلك ان شاء الله في الخير في الخيرات والبركات ان شاء الله ربنا يبارك في حضرتك شكرا الله يبارك في حضرتك احنا دلوقتي خلاص ايام وداخلين على بس ليه ايام من النهارده من النهارده ما تعملوا ذكريات سعيده ما حد فيكم كده يفتكر اي حاجه يعمل اي حاجه وابتدوا اعملوا ذكريات سعيده مع في بيوتكم ابتدوا جددوا حياتكم الذكريات السعيده دي معنى من المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعملها فتحة خير على البيوت ده مفتاح عجيب للقلوب اعمل اي حاجة اعمل انوي ان انت تكتب كلمة جديدة وتقول لأهل بيتك ان انت خلاص خرجت من مسألة ان انت ما تكونش مركز انت خلاص هتهتم بيهم واعمل الكلام ده من وقت للتاني وافضل اعمل الذكريات دي جمع الاولاد كلهم وقول لهم النهاردة ما حدش يروح في حتة وتعالوا ناكل مع بعض النهاردة ومن هنا ورايح احنا لازم ناكل اكله كل يوم كل يوم مع بعض ويبقى ده التاريخ الاجتماع على وجبه من الوجبات وكل مره تعمل كده وكل يوم تضيف ذكرى من الذكريات السعيده في بيتك البيت هيتملي سعاده ويرجع الحب تاني مره تانيه يملى البيت ويخليكم مقبلين على الله سبحانه وتعالى وحاسين بنعمه البيت حاسين بنعمه نظر الله اليكم حاسين بمدد الله سبحانه وتعالى اللي ان شاء الله ما ينقطعش يا رب اجعلنا دايما نقدر ونشكر نعمتك على أنك تنظر إلى بيوتنا وتجعلها محل مددك محل نورك اللهم إنا نسألك أن تذيقنا في كل ساعة في بيوتنا جمالك وأنوارك ومددك اللهم اجعلنا نسكن في هذا البيت في عين نعمتك وفي عين فضلك واجعلنا يا ربنا ممن كسوتهم أثواب السعادة بالرحمة والمودة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اجعلنا من السعداء في كل وقت وحين يا أكرم الأكرمين.